معه ابتهال مبارك من بورصة نيويورك لتقديم تقرير العملات ليوم الجمعة 16 من أغسطس عام 2013. ارتفع الدولار الأمريكي اليوم محققا مكاسب صغيرة بعد ارتفاع جاء أقل من المتوقع لبناء المساكن الأمريكية، مما أدى إلى الدفع بالدولار لأداء أسبوعي جيد بالمجمل. نبدأ باليورو مقابل الدولار، حيث يتم تداول الزوج عند 1.33، ويشير المحللين في تريدينج سنتر إلى أن الزوج تخطى مستوى مقاومته ويبقى تحت الضغط. نصل إلى الدولار مقابل الين الياباني، حيث يتم تداول الزوج عند 97.33، ويقول المحللون أن الزوج يرتد ويتجه للصعود. وأخيرا بالنسبة لليورو مقابل الين الياباني، يتم تداول الزوج عند 130.13، ويشير المحللين أن الزوج يستعد للارتداد ولكنه يظل تحت مستوى مقاومته.